مرحب بحضراتكم من جديد. خلينا نقول ان مهرجان العالمين الجديده قدر انه يجذب الانظار للساحل الشمالي لمده بتصل لاكثر من 50 يوم، ده باعتباره المهرجان الاول من نوعه اللي قدر يجمع ما بين سحر الفن وشغف الرياضه في مكان واحد. المهرجان بيشهد العديد من الفعاليات الرياضيه زي ما اتكلمنا قبل كده في مختلف الالعاب. في الحقيقه ما سبقش لاي مهرجان في العالم قبل كده انه قدر يجمع ما بين ثنائيه القوه الناعمه الرياضه والفن في مكان ووقت واحد. ده خلى العالمين الجديده اللي كتير من الناس بيصفوها لؤلؤه البحر المتوسط تحظى بمكانه مرموقه ومتقدمه في السياحه العربيه. خلونا نتكلم النهارده اكتر عن الرياضه اللي بتزين المهرجان الرياضي بالعالمين الجديده وهي كره السله واللي بتشارك لاول مره بمهرجان العالمين بالمنطقه الرياضيه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن انشاء ملاعب لكره السله في العالمين الجديده من المهندس جارو فهي رئيس الشركه المنفذة لملاعب كرة السلة بمهرجان العالمين اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. يا جارو مساء الخير. مساء النور استاذة فسانت، ازيك؟ ازيك يا جارو، يعني منورنا في عالم العالمين. الله يخليك. جارو احكي لنا اكتر عن عملتوا ايه عشان تنشئوا ملاعب لكرة السلة. هو بصراحة يعني احنا من كام شهر كده اول ما فكرة المنطقة الترفيهية الرياضية تطورت اكتر واكتر رحنا مع الشركة المتحدة زيارة للموقع. بصراحة موقع عالمي ومكان مميز جدا، فعلى طول اتفقنا مع بعض ان احنا هنعمل انشاء ملعب كرة السلة عشان اولا ان الساحل الشمالي كله بقاله كام سنة ان احنا شغالين في منظومة كرة السلة في مشكلة ونقص لملاعب كرة السلة. لاعبتنا الهواة او البروفيشنال اللي بيبقوا موجودين وقت الصيف في الساحل عندهم صعوبة انهم يلاقوا ملاعب يتمرنوا عليها ويمارسوا رياضتهم المفضلة. فدي كانت اول حاجة شجعتنا ان احنا نبقى موجودين، ولما شفنا المكان المميز بصراحة اتشجعنا وابتدينا في تنفيذ الملعب لاخر تقريبا شهر كامل. استعملنا احدث التقنيات للاوت دور كورتس اللي بيتلعب عليها البطولات العالميه، بتبقى بشهاده سيرتيفايد من الفيبا، وعملنا الملعب والحمد لله من الاسبوع اللي فات الملعب موجود وجاهزين لاستضافه الفعاليات اللي هتبتدي من الاسبوع الجاي ان شاء الله. في بطولات هتقام على الملعب يا جارو؟ ايوه، احنا عندنا ثلاث بطولات او فعاليات مهمه. اولها هيبقى هنعمل لقاء لاساطير كره السله، عزمنا فوق ال 75 ليجند اساطير كره السله المصريه هيجوا ويشاركوا في يوم رياضي، هنعمل لهم زي اكزيبيشن ماتشات، وهيبقى يوم ان هم كلهم يتجمعوا في مكان واحد. ما فيش طبعا احسن من المنطقه الترفيهيه الرياضيه دي. بالظبط بالظبط. وطبعا وجهنا الدعوه لاتحاد كره السله برئاسه الدكتور مجدي الفريسه، وان شاء الله هيبقوا موجودين ويبقى عندنا يوم رياضي جميل. ده اول فعاليه. ثاني فعاليه هيبقى لذوي القدرات الخاصه. بالظبط. وفي اللي هم بيلعبوا بيمارسوا رياضه كره السله الكراسي المتحركه، احنا عازمينهم هيقضوا معانا برضو يوم جميل. هييجوا ويستمتعوا بالموقع ده ويلعبوا ماتشات، وهيبقى يوم جميل برضو بيهم. وهنختتم في نص شهر 8 بالبطوله الكبيره، هتبقى اللي هيشارك فيها ابطال منطقه القاهره والجيزه والاسكندريه. في بطولات شغاله الايام دي. كل اللي هياخدوا المراكز الاول والثاني هييجوا يلعبوا ضد بعض زي بطوله مصر، يعني اللي هنتوج بيها بقى البطل من كل المحافظات دي. هايل، يعني خليني اقول الشركه المتحده اختارت الرجل المناسب في المكان المناسب. جارو ليك اي مشاركه ثانيه في المهرجان السنه دي؟ لا، احنا بصراحه يعني مركزين في الحته دي. احنا يعني الفعاليات الرياضيه. الفعاليات الرياضيه بالظبط. نشكرك طبعا المهندس جارو فهي رئيس الشركه المنفذه لملاعب كره السله بمهرجان العالمين.